مرحبا بكم في القناة. اليوم غادي نوجد معكم واحد الدجاج، غادي نشرملوه باش نحمروه وتابعوا معانا. هنايا رانا عندي في هاد الليقمة هادي درت القزبر، درت معدنوس، ودرت الحامض، ودرت الثومة، سكينجبير، ليقمة ديال الدجاج، ودرت البزار والسمن المهم العطرية كلها درتها، كاع هادي اللي كدار الدجاج درتها. ودابا انا درت واحد يكون يطرو ديال الماء، وانا كنمرق فيه دابا الدجاج وغادي نكتفو، ومن بعد تابعوا معايا. انا بغيت نشارك معكم هذه المناسبه ديال ضريب الصداق ديال بنتي، وبغيت نشاركها معكم. الله يكمل على كل بنيه ويسهل على كل واحد. بسم الله. نخليه يطلق فيه ليقامه مزيان باش ملي نصبوه يكون شارب ليقامه. ورانا درت ليه الحامض ودرت ليه سكينجبير، رقدتو فيهم وحكيت ليه الحامض مزيان باش كيطيب الدجاج الصدر. خاصة ضروري تبقى فيه ليقامة تبات فيه شوية باش الصباح ملي كنردو كيكون شبعان ليقامة وكيجي لذيذ في الماكلة وكيطيب داغي. أنا قبل ملي جدتو من المارشي نقي وعاودت ليه نقيناه وحكينا ليه الحامض وسكينجبير ودرت ليه الطحين ورقدتو فيهم مزيان، وعاد شديتهم عاود شللتهم وجمعتهم ودرتهم شويه في الكونجيلاتور حيت شريتهم دابا شي 5 ايام هادي، وعاد حيدتهم مع الفجر تطلقوا ودابا كنشرملهم. صافي بعد ما سالينا الدجاج ديالنا شرملناه، دابا غادي نغطيه، غادي نغطيه وغادي ندخلو تحت غير في الثلاجة لتحت، حيت غادي ندير بعد ان شاء الله غنديرو يطيب باش يبقى في البرودة ما يكونش في السخونية. ديك القامة ديالو كلها غادي يشربها ان شاء الله. بعد ما غنبغي نطيبو غادي نوريكم كيف عجن ان شاء الله باذن الله. دابا بعد ما حيدنا الدجاج شرملناه وجمعناه، دابا بقى لينا اللحيمات. دابا اللحم غادي نشرملوه وتابعوا معنا كيفاش غنديروا التشرميله ديالو. عندي هنايا سكينجبير، غندير جوج محالق ديال السكينجبير. عندنا هنا الخرقوم البلدي ديال العرق، هنا البزار، البزار غيلقاه هكا كونس مكيبغيش طياب البزار بزاف، وغادي نديرو معلقة ديال الملحة، الملحة من بعد هاديك الصغيرة، وغندير شي شوية ديال القرفة ماشي بزاف حيت عندي لقامة ديال اللحم تاهي فيها القرفة.
زدنا جوج معالق ديال هذيك القامه ديال اللحم، ها هي مع العطريه، وغادي نزيدو عليها الثومه مع الربيع حيت هو باش غنشرملو اللحم. نزيدو شويه ديال الخرقوم ديال داك الخرقوم الملون، وغادي نزيد شويه ديال السمن. كنزيد هاد المكعب ديال الزعفران ونطبوها هكا مع هاد الشرميله. باش يذوب مزيان نضيف الحيمات، وكناخذو الحيمات ديالنا هكا كنبداو نمرقوهم هكا فهاد الشرميله مزيان باش يرقادو ويدخل مزيان لي قامه في هاد الحيمات، حيت هاد الشرميله ملي كتبقى في اللحم كتعطيه واحد الطيبه زوينه. كيبغي الحيمة يطيبو ويجيو محمرين ميتكرفصوش في الطياب باش يجيو على حقهم وطريقهم. والله يسهل على كاع البنيات، والله يسر ليهم أمرهم، يسهل عليهم ويسر ليهم ربي يا رب. بعد حتى هما غادي نكملوهم في الشرميله مزيان نفس الشكل، غادي نغطيوهم وغنخليوهم يقادو حتى نبغيو نطيبوهم، وديك الساعه غنخرجهم من الدجاج ديالنا بعد ما درناه في الطنجره. ها هو كيطيب نقطع ليه العافيه ومخليه كيطيب على حقه وطريقه. هذا هو اللحم ديالنا بعد ما وجدناه، جا بزاف جا رائع بزاف. وكما الاخرى دايره هنا، وهذه الضميره، هاد الضميره كيف جات لم زوينه حتى ما نعاودش لكم كيف دايره، غزاله ثقيله ولذيذه بزاف. والدجاج ديالنا راه درتو هنايا عاد غادي نشعل عليه باش يتحمر، دايره ليه الهريسه ودايره ليه الزبده والسمن وواحد الحبه ديال الكنور باش كتعطي واحد البنه، وكانوا دهنتهم وخليتهم دابا الفران حتى غادي نسر بهم وغنشعل عليهم باش يتحمر، باقي ما محمرينش. هذا الحامض قطعته رومديل ودرت عليه الهريسه خضراء وحمراء وزوقتهم بهذا الرونديل ديال الزيتون، وهادو راه معروفين حامض مقطع على هذا الشكل فحال الرجيلات نيت ديال الدجاج. هذا باش نديكوريو ان شاء الله الطبيصلات ديالنا، وتابعوا معنا الطبيصلات ديال الديسير. ها هما الطبيصلات ديال الديسير، كويسه ديال المناضة، اتاي صينية الحلوة، وتابعوا معنا ان شاء الله عاوتاني نديكوريو الطبيصله ديالنا ديال اللحم والدجاج ونوريهم لكم. التغميره ما نعاودش لكم كيف جات، وتمنيت لكم يا المشاهدين ديالي ذوقوها.
البيوت الغميره اللي شاركت معكم الدجاج ديالي لذيذه وزوينه وما نعاودش لكم، والعقوبه لكل بنيه ان شاء الله باش ما تمنعت.